بجد عايزه منك اتنين في الصالون. انا اعتزلت التمثيل بسببك. يا عم انت سواء ميكروباص ولا مذيع ولا ايه؟ كوكو كوكو. ده مش ضايع، ده مجنون يا اخوان. ايه التوتر ده؟ انت كلك عبادك مضايقني. انت عايز كل البشر تسمع كلامك؟ اسرح تستفزني. انتوا جننتوني وعرقت واتبهدلت. لما برتبك شعري بيقف. قدمتني ولا ايه؟ انا مش عايز الاستكراه. انت وترتني جدا بجد. ومين ده اللي هتلمعني؟ اتفضل استاذ ورنيش. احلى حواجبي يعني هعمل اي منظر. خاف على فلوسي. الكفته اللي انت فيها دي غلط يا عمرو كده يا حبيبي. واحد ما يدريش نسوي. انا عايزه المعك اختصر. اسئلتك مستفزه بصراحه. ده انت نعرف مش بعد يا عم ما تلمعنيش، انا جاي متلمعه خلقه. الصراحه راحه يا عيني، انت ما بتعرفش. انا بلعب بوكس. انت ما بتوبش. انت ما تحسسنيش ان انا قاعد مع ترزي. انت مين؟ 3 2 1. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا حلهم بينهم. انا اول مره اشوف فنانه لما بتتوتر شعرها بيقف. طبعا عرفتوا احنا بنتكلم على مين. بنتكلم على ميسة حمدان. هاي ازيك؟ عامل ايه؟ اتفضل. مساء الخير عليك. مساء النور. يا اخبارك؟ انا زي الفل الحمد لله تمام. اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجنا وجهه نظر. ضيفتنا النهارده هي الفنانه الشامله ميسة حمدان. اهلا بيك يا ميسة. اهلا وسهلا. كل سنه طيب. وانت طيب ويا رب كده يعيد علينا ايامنا كلها بخير وسعاده وفرحه يا رب. انا قدمت كده صح؟ انت قدمتني صح. انا بتبسط قوي بالتقديمه دي. يعني لما حد يقول الفنانه الشامله دي بتبسط بيها قوي، لانه دلوقتي بيبقى يا فنانه مطربه يا فنانه بتكون ممثله يا راقصه يا. طب انت بتحبي ايه اكتر؟ انا بحبهم كلهم. آه او حتى لما بحبهمش كلهم هحاول اقنع نفسي ان انا بحبهم كلهم عشان ادي فيهم كلهم. كنا زمان بنقول صاحب بالين كذاب. صح. دلوقتي نقول صاحب كام بال بقى؟ مش عايزين نعد، مش هقعد اقول عن نفسي انا عندي كام بال، بس الفكره ان كل قاعده ليها اكسبشن، فاتمنى ان انا اكون من الشواذ دي. ده غرور يعني ولا ايه؟ ايه ده؟ ده غرور؟ لا انا بقول بتمنى، انا ما قلتش انا، انا بقول اتمنى ان انا اقدر اعمل ده. طيب ميس، السينما في حياتك مرحله. ايوه. حاسه ان انت يعني نجحتي في بدايتك في المرحله دي؟ ان انا احكم على نفسي صعب قوي، لان انا دايما كارهه نفسي. وحتى لو كنت عامله حاجه كويسه تلاقيني ببص دايما على إيه نفسي. معلش انا عايزه اقف تاني. كارهه نفسي، يعني كارهه ادائي في التمثيل، كارهه الشغل اللي انا بعمله، بحس ايه ده، ايه اللي انا عملته ده وحش قوي، لازم كان يبقى احسن من كده. معلش اشرحي لي اكتر يعني ايه كارهه نفسي. خليني اقول لك، يعني انا ممكن اقعد اتفرج على فيلم عملته مثلا، تلاقيني قاعده بتفرج على الفيلم ده وبقول ايه ده اللي انا عملته ده وحش قوي، كان لازم يكون احسن. لسه ما عملناش حاجه. انهي فيلم؟ هدينا اتكلم في عمر وسلمى مثلا. تمام. الفيلم اللي نزل اللي الناس شافته دلوقتي. تمام. الفيلم ده وانا بعد بتفرج عليه بقول يا ربي ايه اللي انا عملته ده وحش قوي، كان لازم يكون احسن من كده. بس في عمر وسلمى ما كانش بطوله يعني عشان تحسي قوي ان هو ده كان دور ثالث. لا انا هعتبر نفسي ان انا خدته ان هو كان دور، اكيد مش اللي انا نمبر 1 في الفيلم، بس اكيد كان دور فيه مساحه تمثيل كويسه. ما وصلتش للناس يا ميس زي ما انت متخيله. بص انا يعني اسمح لي ان انا اقول لك ان انت ما تحكمش بلسانك انت، يمكن انا لا ده مش وجهه نظر شخصيه، خلي بالك. عندك احصائيات تقول كده؟ يعني جمهورك والنقاد وانا كمان، يعني هو انا مش من الجمهور اللي شافك. ما من الجمهور، لكن انا ما ينفعش، انا مش ضد الكلام اللي انت بتقوله، ممكن دي وجهه نظر شريحه كبيره من الناس، بس في شريحه ثانيه برضو، يعني ما تظلمنيش برضو، يعني ما تبقاش قاسي عليا. اوكي، حتى لو قلنا 99% يعني مثلا؟ لا اكيد مش للدرجه دي، ما احنا مش نروح الاكستريم وتقول لي، يعني مش عايزين نروح الاكستريم، لا في الحلو ولا الاكستريم في الوحش، انا بعتبر نفسي واحده في لسه في اول الطريق كاول تقديمه ليا. طب ما كانش جرأه منك قوي تقدمي الدور ده وانت في اول الطريق في عمر وسلمى؟ ما خفتيش يعني؟ إيه؟ خلينا نمسك الموضوع حبه حبه عشان ما ننطش. انت دلوقتي كنت بتقولي انه الدور ما كانش ايه، ما كان فاصل قصير ونواصل مع وجهه نظر. طيب عايزك تهدي وتركزي. الاول كنا بنتكلم في ان الدور مش كبير قوي. ايوه بس نمسك في الحته دي. طيب اكمل كلام. بنتكلم في ان حسيتي ان الموضوع، انا بقول لك حسيتيش ان الموضوع غريب شويه على الناس الدور اللي لعبتيه. اوكي يلا نجاوب. يلا ميس، بتقلدي مي في الغنى؟ لا خالص، ده انا عايزه اقول لك انه
انه انا خامه صوتي تختلف تماما تماما عن مي. انا بتكلم على الاتجاه للغنى، مش بتكلم على خامه الصوت. لا اقول لك حاجه ظريفه قوي يمكن هتستغربها، انا في الاول انا اللي كنت عايزه اغني ومي اللي كنت عايزه اتمثل، بس اللي حصل انه ابواب التمثيل اتمهدت لي اسرع من الغنى. غنيتي من باب الغيره يعني من مي؟ ما بقول لك هي مي شايفه ان هي عندها امكانيات انها تمثل، وانا شايفه عندي امكانيات ان انا اغني، وزي ما قلت في الاول الجمهور هو اللي بيحدد. عطني وش عندك يلا قول. في وجهه نظر بتقول خلاص ان مي وصلت للجمهور اقرب واسرع طبعا، عشان انت عندك تعالي شويه. تعالي لا ده صعب قوي، وده انا اعتقد من الغباء ان الممثل يتعالى دي. اعتقد حتى لو هو موجوده فيه لازم حتى يمثل على ان هو مش كده. طيب ليه متهمه بالغرور؟ طيب اعمل ايه؟ بس انا فعلا مش كده يعني في علاقاتك بالناس اكيد في حاجه فسرت عند الناس ده، فسرت انه غرور. اصل انا اقول لك حاجه، انت طب حكمت على ايه؟ اديني ريفرنس كده من عندك عن ايه، عن مواقف معينه حد قال عني ان انا مغروره. بصي انت دلوقتي حتى بتقولي اديني ريفرنس، ممكن تكون ده غربك شويه عن الناس، انك بتستعملي مثلا كلام اجنبي كتير الناس ما بتفهموش. ممكن ممكن دي ممكن تبقى حاجه زي ما بتقول عليها صح. بالظبط هو ده اللي انا اقصد عليه. بس برضو الناس اعترف لبرنامجنا مهم. لا اصل اقول لك حاجه، الجمهور ما هواش مش ساذج يعني، الجمهور بيبقى عارف اذا كان الانسان قال الكلمه دي سواء لهجه او لكنه او كلمه، من طريقه القاء الواحد بتبان اذا كان الجمله دي متقاله تعالي ولا هي دي طالعه من طبيعه الانسان. الحكم بيبقى للناس. أيوة. كويس اكيد ممكن احساسك يخونك، بتستعملي تعبيرات في وسط الناس حاسه ان هي بالنسبه لهم بسيطه، هي بالنسبه لهم مكلكعه معقده شويه، بيحسوا انك بتتعالي عليهم حتى في الغنى في التمثيل. كويس الواحد بيتعلم، انا اعتقد ان انا لسه صغيره، ومن تعليقاتك انت والناس واللي بشوفهم الواحد بيتعلم وشويه شويه يعني. احنا الوسط بتاعنا ده وسط مش سهل يعني، الواحد لازم يخش يبقى طب جاهز. لسه ما عملتيش حاجه عشان تتغري. بالظبط كده بالظبط. كويس امال بقى لو عملنا ايه اللي هيحصل؟ بالعكس ده لو عملنا ده الواحد لازم يتحسن يعني. لما اعمل ما ده اللي كنت بكلمك فيه من شويه، انه الغرور دي حتى لو الممثل او المطرب عنده الصفه دي لازم يمثل ان هو مش مغرور. فاصل قصير ونواصل مع وجهه نظر. ايه اهدي كده وركزي خلاص، عشان الكلام اللي هتقوليه ما تحسبش عليكي. بس طب حاضر يلا انا مستنيه، والكلام اللي هيتحسب عليا. في حاجه اتحسبت عليا لغايه دلوقتي؟ يلا اهدي كده عشان ايه، عايزين نلمعك في البرنامج ده كده. طب يلا خش عليا بقى بالتقيل دلوقتي. عطني وش عندك يلا قول. وان النجمه ميس حمدان غنت ومثلت وفي دور راقصه في الفتره اللي جايه. لا هو مش راقصه، دور في الفيلم اللي انا هعمله ان شاء الله هيبقى دور هي بنت بتغني في بار شعبي في اسكندريه، وبعد كده بتنضم لفريق غنائي، ما هوش راقصه يعني بمعنى راقصه. بتحاولي تلم اي جمهور من محبين الغناء؟ لا مش هلم اي جمهور، انا عندي عارف الواحد لما يبقى في الاول بيبقى عنده رغبه انه بيبقى مقتنع ان هو عنده حاجات في الاول قوي بقى. انت عملتي خطوات هتتحاسبي عليها. طيب ما خديني فرصتي ارد عليك يا سيدي. الراجل في النص او الست في النص لما بتبقى مشوارها الماشيه فيه بيبقى عنده حاجات حاسس ان هي موجوده جواه عايز يطلعها للجمهور. حاسه انك اتاخرتي؟ لا خالص بالعكس، ده انا محظوظه جدا خالص، ما حاسه مش حاسه ان انا اتاخرت. حاسه انك بتتفلسفي شويه في تناولك لاعمالك. انت قاعد بتناقض نفسك دلوقتي، قاعد بتقول يعني اتفلسف ازاي؟ هي بيجي لك اعمال معينه. انا بقول لك وجهات النظر كويس وانت تردي. طب قولي سؤال تاني. حاسه انك بتتفلسفي لما بتيجي تتناولي اعمالك؟ بتقولي كلام ما بنوصلش من وراه النتيجه، وفي النهايه دور عادي زي اللي بتعمله اي ممثله. ما دي ما انت هتحاسبني على ايه؟ ما كل واحد عنده. انا بكلمك انت دلوقتي، ما بكلمش كل واحد. بتكلم عن نفسي. ما انا بكلمك انت. انا بتكلم انت. انا لما اجي اختار عمل او زي ما بتقول بتكلم عن عمل، انا بوجهه نظري اللي انا بتكلم فيها حاسه ان العمل اللي انا عملته ده احسن عمل في الدنيا. بغض النظر بقى سواء كان دوري كويس دوري وحش، ما هو الواحد لو الدور ده مش انت اللي بتناقضي نفسك دلوقتي. انت بتقولي انا بحس ان الدور اللي عملته ده احلى حاجه انا عملتها في الدنيا. ومن شويه اول حاجه قلتيها لي انا كارهه نفسي جدا، بكره الادوار اللي بعملها. لا انا ما قلتش كده. انا عايزك تحددي. انا عايزك تحددي. فاصل قصير ونواصل مع وجهه نظر. اوكي شفتي انت قلتي ايه؟ قلتي اول حاجه انا ببقى كارهه نفسي، بكره الدور اللي عملته. طب خليني طب لما نيجي خليني ارد. ما انت ماشي انا براجع معاكي علشان الكلام اللي هتقوليه هيتحاسب عليكي. حاضر انا براجع. ايه بعمل ايه؟ ببقى كارهه نفسي. اوكي صح صح مظبوط. يلا
تحبي نتكلم مثلا على تجربه عالميه ده تدخليها حاجه زي كده حاجه تلمعك يعني في ايه تجربه عالميه ازاي فيلم اجنبي يعني كبير لا ما عنديش كده. للاسف فيلم اجنبي انا عارف ان ما عندكيش ها انا قصدي احنا هنقول ده قولي اللي انت عايزه خلاص ماشي يلا وانت باكدي الكلام اوكي حاضر يلا عطني وش عندك يلا قول يلا حبيبي انا عايز اخلص انا كمان والله يا حبيبي معلش يا سيدي الكل يلا 5 4 اما الكريزه تخلص بس يلا 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 انتوا وقتكم بفلوس عيب يلا يلا 5 4 3 2 1 ايوه النجمه ميسه حمدان الفيلم العالمي اللي انت داخلاه كلمينا عنه طيب بس يعني ايوه هو زي ما قلت لحضرتك كده معلش اصل انا لما بجيب سيره الافلام العالميه برتبك هر بحس ان انا يعني وصلت لحاجه انك مش قد التجربه يعني ان انا مش قد التجربه وهم اختاروني كده طب جمهورك بيمثلك ايه هم مش قاصدين هم يختاروني في الفيلم خلاص اوكي جمهورك بيمثلك ايه جمهور بيمثل لي ايه بيمثل لي المؤشر النجاح لما الجمهور يبقى لما يشوفك ويضحك طب احنا معانا جمهور في الاستوديو هل حد يحب يشارك حد انا خدت انا والله واخده بالي من الاول ان انت ناويه لي على نجم يلا يلا السؤال لطيف كده حاجه تلمع النجم كده يعني ايوه حاجه كده عايزه بعد ما امشي يعني عارفه الاقي الدنيا بتبرق كده انا ملاحظه ان كل النجوم دلوقتي عينيهم خضره كل حاطط لانسز طبعا فانا رايي ان انت يعني من غير لانسز هتبقي احلى لا ده انا عايز اقول لك حاجه بقى عشان دي فوجه نظرك يعني وبعدين ما انت حاطه لا 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 ازاي لا دي حاجه غريبه قوي يعني مش لانسز حاجه غريبه قوي بصي اقول لك حاجه النجم ايه بلاش غيره الستات دي بجد احنا هنا مش في حاجه شخصيه خلاص هتسالي سؤال خدتيه في الكارت الاعداد وزع عليكوا كروت فيها الاسئله ايوه ما تفتيش بقى من عندك لا ما تفتيش يلا حد تاني عنده اسئله هيك انا مش شايف ادرك صادقه خالص بدانا نفكس ايه تاني تاني معلش عشان نسمع علي صوتك علي صوتك ادوارك في التمثيل مش صادقه خالص يعني هي فين ادوارها يا ابني دي الفيلمين هي عملت فيلمين طيب انت بتكلمني كانك تكلمني عن امينه رزق فانت بتسال على ايه دلوقتي حدد انت بتسال على ايه انا بقول على وجهه نظر انا طب سيب المايك سيب المايك واطلع بره يا حرام يلا ولو سمحت يا سماحه بديهم الكروت اللي فيها الاسئله عشان بيفتوا من عندهم عطني وش عندك يلا قول لما تسالوا اسئله زي دي 5 4 3 2 1 انا فرحتي بالدنيا النهارده كبيره يلا. جدا انت مش متخيل انا مبسوطه بيك قد ايه انك رائع طب يلا نخلص يلا 5 4 3 2 1 النجمه ميسه حمدان ايوه الجمهور بيمثل لك ايه السؤال ده تاني احنا قلنا المؤشر اللي هو المؤشر للنجاح ما اجابتك ما كانتش واضحه المره اللي فاتت واخده بالك عينيا حاضر عشان كده قلت اخدها لك تاني يلا يا عيني عشان ما تبانيش مرتبكه في طب حاضر انا بمنتش ابقى اشيلها يلا طيب اصل انا لما برتبك شعري بيقف فبس عايزه لا زي الفل شعري تمام مصور شعري كويس معلش معلش انت شايف على قد عقلي يلا يلا أوكي. يلا يلا وقتنا اوكي يلا. ماشي 5 4 3 2 1 احنا جهزنا تقرير من الشارع عن ميسه حمدان تعالي نشوفه ونرجع نكمل كلام ربنا يستر يلا يلا ميسه حمدان ما عجبتنيش في الفيلم السعودي خالص ميسه حمدان شقيه كتير وبتتنطط واوقات ما بتعجبنيش يعني في تمثيلها ميسه حمدان مين ميسه حمدان دي ما اعرفها ميسه حمدان هي فنانه كويسه بس المكياج بتاعها بيخليها ما تقدرش تعبر عن تمثيلها وعن غنائها وعن صوتها صح انتوا بتصوروا في الصعيد اصل كل الناس لكنتهم كده دي مجموعه من المصريين شوي. والعرب احترامي للجميع طبعا. وحتى لو بنصور في الصعيد كلهم فوق راسي طب المفروض اقول ايه وجهه نظري ايه ردك على على راي الجمهور فيك هقول لهم انا حزينه ان انتوا بتفكروا فيا كده وانا هعمل يعني عشان مش واخده حياتك بجد عامله مجتهده يعني ان انا ابقى عند حسن ظنهم ان شاء الله المره الجايه عطني وش عندك يلا قول 1 علاقتك بالوسط ليه فاشله لا يا علاقتي بالوسط مش فاشله خالص بس انا لسه يعني فاشله نص نص ممكن تبقى فاشله نص نص يعني ما بتمشيش حالك ليه مش عارفه بقى يعني مش عارفه الموضوع
عايز خبره شويه عشان الواحد يبقى متودد. طب بقالك 10 سنين بتمثلي ايه يعني خبره بعد كده ايه؟ لا 10 سنين ايه يا راجل اتقي الله. لا ده احنا في شهر فضيل حرام عليك ما تقولش كده. كام سنه؟ لسه يا دوبك احنا لسه بقول يا هادي يعني. لا بص بغض النظر بقى 10 سنين 20 سنه يوم يومين اللي بقى عندي اللي بقى حرك كده وبيعرف يظبط نفسه زي ما انت بتقول بيظبط نفسه بس انا لسه ما تودكتش يعني لسه ما ظبطتيش نفسك. اه لسه يعني. لما تودك بقى هتلاقيني مختلفه. امتى بقى ناويه تودكي امتى؟ مش عارفه شكلها مش هتودك خالص. بعد الخمسين ان شاء الله اوعدك الحياه تبقى كلها زي الفل. هتبقى وردي 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 ان شاء الله. اقول لك ايه اغني لك؟ هربت من السؤال. اغني لك؟ هربت من السؤال. جميل. لا احنا يعني مقابلينك النهارده عشان موضوع تاني. طب والنبي غني اديني فرصتي في البرنامج بتاعك ربنا يخليك. غني. عايزين تسمعوا ايه؟ طب عايز اسال سؤال قبل ما اغني، طب في فرصه ان انا اقول يعني اغني اغنيه كده عشان نسمع صوتي كويس؟ اه قولي طبعا. طيب عايز نقول ايه؟ اللي انت تقول علينا هقول. لا عادي اي حاجه انت حافظاها. طب اغني الاغنيه بتاعتي؟ بس ما تتونيش بقى. طب اغني الاغنيه بتاعتي. غني الاغنيه بتاعتك. انا عارفك بتحس بيا ومن قلبك بتخاف عليا يا حبيبي كل اللي ليا خليني جنبك شويه انا عارفك بتحس بيا ومن قلبك بتخاف عليا يا حبيبي كل اللي ليا خليني جنبك شويه. بغنيها لك انت دي بقى. يلا. طب ده اكد لي ان ده مش صوتك وانك بتحاولي تستعيري كده صوت وانت بتغني. برضو فكره. لا دي هتبقى صعبه قوي بس انت لو رايك كده. انا سمعت يعني مش عارفه اصحح الموضوع ده لانه ده صوتي بقى. غصب عني يعني. شبه صوت مي شويه؟ لا دي مي صوتها خالص غير كده. مي بتغني بطريقه تانية خالص. اغني لك مي؟ مش ده اتهام انك بتقلدي اصاله بتقلدي محمد عبد الوهاب؟ محمد عبد الوهاب لا لسه ما قلدتوش بس لا نرجع لموضوع مي. مي لسه لا مي صوتها غيري خالص مختلف تماما. واصاله لا برضو صوتها مختلف تماما عن صوتي. غني لك اغنيه لاصاله يعني. اوكي غني. لا خلاص بقى انت كسفتني. لا غني غني. لا لا خلاص والله غني لك اغنيتي بطريقه اصاله. انا عارفك بتحس بيا ومن قلبك بتخاف عليا يا حبيبي كل اللي خليني جنبك شوي. النبي اضحك يا عسل. عطني وش عندك يلا قول. سبوني طب سؤال من الجمهور. لا لا مش اسئلتك شبه بعضها بصراحه. شبه بعضها؟ عشان مش على هواك يعني. ممكن مش على هوايا. طيب الجمهور احنا في تقرير معانا تعالي نشوفه وبعدين نكمل كلام. ربنا يستر يا رب. يلا يلا. يعني يا جماعه مصحيني من النوم وجايبيني على ملا وشي تقولوا لي ايه رايك في ميس؟ ماشي انا هقول بصراحه وما تزعليش يا ميس كده يا رده. هي بصراحه في اللوكيشن وفي شغلها مغروره وبتهتم بشكلها ومظهرها اكتر ما بتهتم بالتمثيل والدور اللي هي بتعمله. وبعدين مشاكلها كتير في اللوكيشن بصراحه انا كنت فاكرها ابسط من كده. وشغله نفسها بالغنى والتمثيل وقربت تخرج يمكن وهتالف كمان شويه. واللي انا لاحظته في يعني لما بسال الناس وباخد رايهم عنها القبول بتاعها على الشاشه ضعيف. لا انتوا فنان مصطفى هريدي شاركك في عمر وسلمى مظبوط؟ ايوه بس لا هريدي ما يقولش كده. لا بجد انتوا اكيد زقين له زقين زقين له حد يقول الكلام ده. انت ليه مش مركزه؟ لا بجد انا حزينه. عطني وش عندك يلا قول. طب يعني انت حاسه ان ده لصالحك؟ محصله الحلقه كده في النهايه ده لصالحك؟ طب نكمل بقى نكمل. خلاص فاضل دقيقتين. والله طب اي حاجه اقول اي حاجه حلوه. انت غنيتي يا اخي ممكن اخد الغنى بس على فكره. انا قاعده بضحك كده وبتاع و... خلاص ما الحلقه خلصت. ما انا عمال اقول لك وقت الحلقه. عمال اقول لك وقت الحلقه خلاص. ويعني وعشان بس يعني مش عايزه اضايقك. لا ما حدش يقدر يضايقني. يضايقني ليه؟ لا وطبعا ما حدش يقدر. هو مين اللي يقدر يضايقك بس يعني انا واخده الموضوع انه لذيذ وبتاع وكده. 3 2 عشان يعني انا سموحه. يلا 3 2 1 النجمه ميس حمدان احنا بنشكرك وبنقول لك كل سنه وانت طيبه
وفعلا كانت حلقه مميزه من حلقاتنا، ونشوفكم مع بعض في حلقه جديده من برنامجنا وجهه نظر. ميرسي. ايه الجو ده؟ يا داليا. يلا نطفي الاضاءه. مش قادره اصدقك. نطفي. انت كنت بتهزر مش كده؟ ليه بهزر ليه؟ يلا يلا يا شباب بجد، كاميرا مصورين. يلا انت كنت بتهزروا مش كده؟ وانت يا دموازيل عايز اسالك حاجه، انا عايز اعرف نمره الروج اللي انت حطاها دي نمره كام عشان عايزه اجيب منها لانها جميله بجد. عطني وش عندك يلا قول. لازم تختمي انت للجمهور. 5 4 3 2 1. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعني اقولها يعني ازاي، والله انت فعلا خليتني ان انا مش قادره اتكلم. يا رب يكون كده شهر كريم و... تاني بقى من الاول. وايامنا تكون سعيده وجميله. حمنتش في التقديمه نفسها؟ لا ازاي. طب قولي تاني. يلا يلا 3 2 1. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم، ويا رب يكون شهر فضيل ينعاد علينا كده كلنا. هو شهر فضيل. قولي يا رب يعيدوا عليكم بالصحه وكده. حاضر. يلا 5 4 3 2 1. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم، ورب كده ينعاد علينا بالخير والبركه والسعاده و... ويحقق فيها. اوكي تمام. طب اديني فرصتي اكمل. انت هقطع عند السعاده. طيب خلاص اللي بدك اياه. يلا يلا اوكي. في ايه تاني دلوقتي؟ ميسه حمدان انا كتير حبيتك وعم بمزح معك، انا مش اكتر. احنا بنمزح معاك او بنهزر معاك بالمصري وبنحبك كتير يا ميسه حمدان. ميسي حمدان فنانة عظيمة، وفي الماء الأخير ده جامد 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 ومكسر الدنيا. لا بص انا عرس لكم 10 بلدي بجد. ايه؟ انتي على فكرة انتي شككتيني عشان تبقى عارفة. انتي. لأن انتي بجد المزنبلي ده أنا قلت يعني مش ممكن والله العظيم. ما فيش ولا اجابه بقى. ايه اللي بيحصل؟ عايز اقول لك حاجه تضحك جدا، ان انا فعلا ما كنتش قادره ان انا ارد عليك، يعني عارف قلت انا خلاص اتدبست. خليني اطلع مؤدبه محترمه قدام الناس. ويقول عليا يعني مظلومه بدل ما يقولوا ان انا ظالمه. بس بذمتك مش كنت كويسه؟ طيبه خالص والله جدا. بذمتك جدا بجد؟ والله. طب الحمد لله. طب وليه علي هريدي قال كده؟ علي هريدي مش عارفه، ده راجل وحش. بجد بس ميرسي قوي والله. انا اتوقعت انت عملت فيا حاجه. تعال نشوف علي كده. علي. يلا يا علي خش يا علي. علي خلاص علي اهو. بس رمضان مش عارف اجيب فولاد دي. اخبارك ايه؟ القبولات دي ايه؟ اخبارك ايه؟ بجد برافو عليك يا مصطفى، حطمتها. بص عليا الكلام ده؟ حطمتها. انا متاكده، قلت اكيد ده توأم، اخد توأم، انا عارفه انك مالكش اخ. بس انا اكيد. انا قلت انت ما تعملش كده يا مصطفى. طب لا اقعدوا مصطفى، مصطفى ده حبيبي، هو اللي لازم يقعد، انا اقف بس هو يقعد. بجد طب انا ما سمعتش وقال ايه كلام حلو، سمعت الوحش بس الحلو. هتسمعي الحلو. طبعا يا ميس انت اكيد مش مصدقه ان انا ممكن اقول عليكي كده، ان هو مقلب اقنعوني بالعافيه ان انا اعمله فيكي. بس بصراحة يا جماعة ميس فنانة بسيطة جدا، القبول بتاعها عالي جدا، موهبتها عالية جدا جدا جدا، وانا بحبها جدا جدا جدا، وما بتحسوش بيها في اللوكيشن، وكل اللي انا قلته ده عكس حقيقتها خالص وعكس طبيعتها. ويا ميس انا عايز اقول لك حاجة، انت موز موز موز. بجد مكفي والله انك جيت قوي، انا مش قادره اصدق. حطينا المسدس. طب انتوا بتتعبوا كمان؟ طب احنا وجينا، لكن بتتعبوا الناس الجمال. لا هو اللي حب ومصطفى انه يجي. لا لا هو اللي حب يجي لك بنفسه. عطني وش عندك يلا قول. طب وانت قصتك ايه بقى؟ ايه بقى بعدين دلوقتي بعدين. بقى انا اللي هقلب عليك. قول لي بقى قصتك ايه بعدين؟ فين الفيلم العالمي اللي انت كنت بتتكلم عليه من شويه؟ يلا انا عايزك تشكري جمهورك وتقول لهم كل سنه طيبين بقى بجد. و بصوا يا جماعه، انتوا ممكن تحسوا ان انا كنت يعني مش طبيعيه او حاجه زي كده، لان انا فعلا الراجل ده حسيت قلت ايه، طب انا هبقى قله الادب، يا اما الناس يقولوا عليا طيبه ومحترمه، فانا حاولت ان انا ابقى الطيبه اللذيذه اللي يعني اللي الناس ما يقولش عليها حاجه وحشه، وحاولت انا اللي اشتغله، بس ما اعرفش بقى ما نفعش برده الموضوع ده. عايزه اقول لكم رمضان كريم، ويا رب كده فعلا كنت ضيفه خفيفه نظيفه على قلوبكم،
ما تضحكوش عليا جامد يعني. بس بجد عايزه منك اتنين في الصالون. انا اعتزلت التمثيل بسببك يا عم. انت سواء ميكروباص ولا مذيع ولا ايه؟ كوكو كوكو. ده مش ضايع، ده مجنون يا اخوان. ايه التوتر ده؟ انت كلك عبادك مضايقني. انت عايز كل البشر تسمع كلامك؟ مش راح تستفزني. انتوا جننتوني وعرقت واتبهدلت. انا لما برتبك شعري بيقف. انت ماتني ولا ايه؟ انا مش عايز استكراهك. انت وترتني جدا بجد. هو انت اللي هتلمعني؟ اتفضل استاذ ورنيش. احلى حواك دي يعني، هعمل اي منظر. خاف على فلوسك اللي انت فيها. غلط يا عمرو كده يا حبيبي. واحد ما يدري ايش نسوي. انا عايزه لمعك اختصر. اسئلتك مستفزه بصراحه. ده انت نعرف مش بعد. يا عم ما تلمعنيش، انا جاي متلمعه خلقه. الصراحه راحه يا عيني، انت ما بتعرفش. انا بلعب بوكس. انت ما بتوبش. انت ما تحسسنيش ان انا قاعد مع ترزي. انت مين؟ 3 2 1